الحارة اللي ولدت فيها بسوق ساروجا بدمشق القديمة احترقت مبارح بالليل. ذكرياتي، طفولتي، المكان اللي تعرفت فيه ببيت جدي على أرض الديار، والكليشيهات المعروفة، ريحة الياسمين والنارنج والكباد والخميسة، كله هذا احترق. لحسن الحظ بيت جدي الحمد لله ما وصلته النار، يعني قبله بحيط أو شارع الحمد لله. بس في شيء راح لا يقدر بثمن. بيوت قديمة عمر آلاف السنين، مئات السنين، بيت عبد الرحمن باشا اليوسف أمير الحج عمره 200-300 سنة احترق عادي خلاص. يعني طب مين مسؤول؟ مؤامرة، فعل فاعل ولا احتباس حراري؟ ما طب في غيره كان بفعل فاعل، إذا مو بالشام برات الشام أو بالشام، يعني مين المسؤول عن ضياع واحتراق إرثي وتاريخي وتاريخنا؟ هذا الشيء لا يقدر بثمن. ذكرياتنا وشغلات اصلا يعني ما كان ضوء عليها نيح، واصلا المنطقه كلها اللي عم تنمحها هويتها من ايام شارع الثوره والبحصه وهدمهم لبيوت عربيه قديمه او قصور عربيه قديمه عمرها مئات السنين، فيها كذا ارض ديار كل بيت. وين بدنا نروح؟ في بيوت بتدفع مليارات، في دول بتدفع مليارات دولارات لحتى يلاقوا اثر عمره 200 سنه يقولوا، نحن عندنا الاثار بالجمله بتتوزع. تاريخنا، ذكرياتنا، طفولتنا عم يحترقوا، بس راجعين نرمم ونعمر يوما ما.